اسمي روزبهان فريج وبلعب جناح يمين. أنا هنا عايشة، هذا هو بيتي، وأنا عايشة مع أبوي وأمي وأخواتي تنتين. بلشت ألعب كرة قدم لما كان عمري 6 سنين. حسيت هذا الشعور لما كنا دائما كل جمعة نروح عند ستي ونلعب فوتبول أنا وقرايبي ونكسر الزريعة، بعدين يجي جدي يحكينا، وبعدين مع هالجنينة بطل فيها زريعة. وهي أول إشي أمي كانت كتير ضد إنه أكون بلعب كرة قدم، كان بالنسبة لها إنه بنت تلعب كرة قدم إشي مستحيل. فبعدين بعد سنين تقبلت هاي الفكرة لما شافتني كتير عن إنه مصرة إنه أكمل كرة القدم وساعدتني، بعدين بالآخر هي صارت الدافع إلي. هو البداية ما كنت داعمتها أكيد 100%، ما كنت داعمتها لسبب إنه متعارف إنه هاي لعبة للأولاد أو للرجال، وما تعودنا إنه مثلا نلاقي بنات عم بيلعبوا أو ببلادنا أو بالمنطقة كلياتها. بشجعهم دائما ومبسوطة فيها ومفتخرة فيها، وإن شاء الله بترفع رأسنا ورأس بلدنا ورأس البنات كلهم ورأس المرأة، لأنه إحنا بالنهاية نصير المرأة اللي دائما حظها ناقص، وبس بجدارتها إنه إن شاء الله إنه بقوتها وبإصرارها توصل لأحسن المراكز ولأحسن المراتب. من وأنا صغيرة حلمي الكبير كان هو إنه ألعب كرة القدم، وحلمي الأكبر صار إنه عم بلعب بكأس العالم، وهذا إشي كل البنات والأولاد بتمنوه، وأنا هيني هون واصلة لحلمي ومبسوطة، وإن شاء الله منورجيكم إشي الأردن. As a player, Roseban was new to me, so when I saw Roseban, she's light. She's one of the smaller members of the group. However, when she started to play, she showed that she's feisty and competitive, and she's been improving ever since. كأس العالم هو فخر كبير إلنا، وهذا إشي بنقدر نوصله للمرأة إنه هي بتقدر تحقق شو هي شو بدها إياه، وكل مرأة في إلها حقوقها وبقدر يتحقق، وبتقدر تعمل مستحيل توصل له، ما عمرها توقف وتعمل أي إشي بتقدر عليه توصل للحلم اللي بدها إياه زي ما أنا وصلت لهذا.